بريد عيش بهاك الزمان اللي كنا عم نطلع فيه عظام. أكثر ما بحب عيش اليوم، لأنه العظام اللي طيناناه بصيدة وصور بعدون فعلين اليوم. عظمة اللي طلعناهن بهاك الزمان واللي بخليني أقول ما بيهمني عيش بهاك الزمان مثل ما بيهمني عيش اليوم، لأنه اللي أعطوه للعالم بعده فاعل اليوم. مثلا أعطوا الأبجدي، أعطاها قدموس ابن صور. الأبجدية انعطت بال1400 قبل المسيح. بيقول المؤرخ الأمريكاني ويل ديورانت، هذا عنده 25 كتاب عن تاريخ الحضارة، بيقول أعظم هدية هداها الإنسان للإنسان هي الأبجدية. يعني خلينا نشرح لهم هاي بدقة، يعني في شغال عملها الأرض الله، أفيناش نتنافس نحن والله. بينما الإشي اللي عملها الإنسان أعظم شيء عملته صور بشخص قدموس. شفت مني صور؟ إذا بدي كمل لك عن صور وصيدة بحكي لك أسابيع. ولما بيصيروا يعرف شعبنا شو عظمتهم يمكن بيصيروا وطنيين يعبدوا حالهم. سعيد عقل موران كان يقول إنه صيدا وصور أهم مدينتين بالعالم، ويعني كتار تغنوا بالأمجاد بأمجاد هذه المدن. طيب اليوم بال 2004، يعني نحن خلصنا 2004 صرنا 2005 بعد 6 أيام، هالأمجاد والعظمة بشو ممثلة بلبنان؟ ممثلة بثلاث أشخاص، بثلاث أشخاص. نعم. باللي عطى الأبجدي قدموس، واللي قلت لك إنه بين الأشياء اللي انعملت على الأرض أعظم الله. نعم. هي أعظم. نعم. ممثلة كمان بواحد منصور، هو إكليد اللي قالت عنه الانسيكلوبيديا بريتانيكا بانه يوناني، انه الانسيكلوبيا بريتانيكا قبل اخر طبعا قالت انه مش ممكن يجي شيء اعظم منه يلغي. وتمثلي بواحد مسيطر اليوم على كل الحضارة المادية اليوم، هو مخص الصيدون. مخه سيد قال الذرة بتتجزأ، سميها توم يعني بتتجزأ. اجوا بعد 700 سنة اثنين يونان اسمه لسيب وديموقريت، قالوا لا ما بتتجزأ، سموها آتوم. بعد لليوم الكلمة الغلط آتوم، وتجزأت الذرة مثل ما بدوا مخص الصيدوني. بعضهم بسموها أتوم، بس في علماء من لبنان بجامعات لبنان عم يرجعوا يسموا، عم يسموها التوميسم مش الأتوميسم. معناتها إنه العظام اللي طلعون لبنان مش ذيل شغلون. مثلا في طبيب شهير عند اليونان كانوا فاخروا فيه، قال أبو قراط. اليوم إذا رحت على جامعة أثينا ما بيعلموا أبو قراط الطبيب، راح شغله لأبو قراط، صار آخر طبيب بيعرف بالضيعة، بيعرف أكثر من أبو قراط. صح. أما العلماء اللي طلعتهم صيدا وصور اليوم فعلين بالحضارة.